هذا واحد الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه جا واحد النهار وما فيه اللي يقري ويقول التلام ديالو جبدوا الصفحه 56 ومشى ضرب واحد النعسه في البيره ديالو. واحد شويه ويدخل المفتش حس الاستاذ بان شي واحد دخل وقفلوه على راسو. هو يفيق الاستاذ ويقول لهم وهكذا يا اعزائي كان ينام اهل الكهف. هذا الاستاذ هذا مطور. اذا اخوتي فقط يعني قال النكتادي الا باش يعني نفوجوا علينا باش نفتحوا الشهيه ديال النقاش وباش نفتحوا الشهيه ديال الموضوع اللي حنا غادي نتناولوه يعني في هذه الحلقه هذه. سنتحدث عن الوظائف او يعني الوظائف ديال الخصائص الفنيه للقصيده. حنا ما يعني ملي كنهضر على الخصائص الفنيه للقصيده كنقصد بها البنيه الايقاعيه والصور الشعريه والاساليب. اذا هذا السؤال هذا كيجي كيقولوا لكم يعني رصد الخصائص الفنيه للنص بالتركيز على البنيه الايقاعيه مثلا البنيه الايقاعيه والصور الشعريه ثم حدد الوظيفه ديالو. تحدد الوظيفه ديال يعني هاد الصور الشعريه والخصائص الفنيه بصفه عامه. اذا اليوم غادي نهضر لكم على الخصائص الفنيه والوظيفه ديال الخصائص الفنيه في احياء النموذج والوظيفه ديال الخصائص الفنيه في سؤال الذات والوظيفه ديال الخصائص الفنيه في تكسير البنيه وفي تجديد الرؤيه. وطبعا يعني ملي كنهضر على الخصائص الفنيه غادي نعطيكم الوظيفه ديال كل واحد فيهم. نعطيكم مثلا الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه في احياء النموذج ثم الصور الشعريه في احياء النموذج ثم الاساليب في احياء النموذج ثم عاوتاني ندوز لكم الى سؤال الذات ثم الى غير ذلك حتى نساليو ان شاء الله هاد الوظائف هادو كلها. الاخوان غتقولوا لي يعني هاد الوظائف هادو واش ضروريه؟ ضروري ومؤكد على انك دير هاد الوظائف هادو. ضروري ومؤكد ومؤكد يعني مباشره يعطيك مثلا يستخرج رصد الخصائص الفنيه للنص. هذا راه كيتعطى في النص التطبيقي. هاد السؤال هذا كيتعطى في النص التطبيقي رصد الخصائص الفنيه بالتركيز غالبا الى عطاك الخصائص الفنيه يعني راه تهضر بالخصائص الفنيه بصفه عامه غتهضر على البنيه الايقاعيه وعلى الصور الشعريه والاساليب. اما الى قالوا لك رصد الخصائص الفنيه بالتركيز على مثلا البنيه الايقاعيه والصور الشعريه فانت يعني مطالب فقط يعني باش تركز على الصور الشعريه وعلى داكشي اللي هما قالوا لك. طبعا اذا غادي نبدا بـ 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 بالوظيفه ديال البنيه الايقاعيه في احياء النموذج. اذا غنبدا باحياء النموذج هو اولا. اذا الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه هي وظيفه جماليه وتاثيريه. جماليه وتاثيريه بحالاش مثلا بحال نقولوا كان نقول مثلا وقد ولد ذلك توازيا ايقاعيا منح النص طاقه ايقاعيه داخليه وادى وظيفه جماليه وتاثيريه. غادي ندوز الى الصور الشعريه. اذا الصور الشعريه وظيفتها بيانيه تزيينيه جماليه. ندوز الى الاساليب. الاساليب وظيفتها وظيفة الافصاح عما يعبر عنه الشاعر. كأن نقول مثلا وقد ادت هذه الاساليب الانشائية بين قوسين يعني الاساليب رافعة الانشائية او الخبرية وظيفة الافصاح عن معاناة الشاعر. طبعا اذا هذه الوظائف ديال البنية الايقاعية والصور الشعرية والاساليب في احياء النموذج. غندوز الى سؤال الذات. اذا الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه في سؤال الذات هي وظيفتها الكشف عن الحاله النفسيه للشاعر. كان نقول مثلا يولد الايقاعان الخارجي والداخلي في النص بنيه ايقاعيه وموسيقيه تكشف عن حاله الشاعر نفسيه ومعاناته الوجدانيه. اما الصور الشعريه فوظيفتها جماليه وتعبيريه. جماليه وتعبيريه كان نقول مثلا تؤدي الصور الشعريه في النص وظيفه جماليه وتعبيريه. اما فيما يخص الاساليب ف يعني وظيفتها التعبير عن حاله الشاعر والافصاح عن معاناته النفسيه. دابا غادي ندوز الى تكسير البنيه وتجديد الرؤيه وغنعطيكم الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه. الوظيفة ديال البنية الإيقاعية والتناغم مع الأحاسيس مع أحاسيس الشاعر ودفقته الشعورية. كأن نقول مثلا وقد ولد الإيقاعان الداخلي والخارجي في قصيدتي في القصيدة بنية إيقاعية تتناغم مع انفعالات الشاعر وأحاسيسه ودفقته الشعورية.
اما صور شعريه ف اما صور شعريه في تكسير لبنية وجد رؤية فوظيفتها يعني وظيفه ايحائيه تعبيريه، وظيفه ايحائيه تعبيريه. اما فيما يخص الاساليب فوظيفتها الافصاح عما يفكر فيه الشاعر. خوتي هذا الشيء كله ان شاء الله راه درته في المدونه ديالي، انا غادي نحط لكم الرابط ديالها هنايا، الا دخلتوا ليها راه غتلقاو هذا الشيء كله يعني مكتوب. فقط يعني الا ما فهمتوش شي حاجه او لا كانت شي حاجه بالنسبه لكم غامضه يعني من خلال هاد الوظائف هادو، اتمنى على انكم تخليو لي يعني تعليق باش نجاوبكم ونشرح يعني بطريقه ربما انها مبسطه الى غير ذلك. واخا اعتقد بان الطريقه اللي انا كتبتها دابا انا شرحتها او عطيتها لكم دابا فهي يعني طريقه مبسطه جدا. طبعا اذا اخوتي هاد الوظائف هادو من عند ما كتحدد مثلا الصور الشعريه كتخرج مثلا التشبيه والكنايه والمجاز الى غير ذلك، فضروري كدير الوظيفه ديالها، والوظيفه ديال مثلا الصور الشعريه والصور الشعريه فكتختلف، كتختلف من احياء النموذج ومن من من عن سؤال الذات، وتختلف ايضا عن تكسير البنيه وجد الرؤيه. ايضا يعني نفس الشيء بالنسبه يعني للاساليب، وايضا بنفس الشيء بالنسبه للبنيه الايقاعيه، حيتاش كل اتجاه وعنده يعني كل اتجاه وعنده وظيفه معينه، مثلا في الاسلوب عنده وظيفه معينه، في احياء نموذج سؤال الذات وتكسير البنيه، ويعني كيعني باقي النماذج يعني الاخرى. اذا خوتي خواتاتي كنتمنى على ان هذا الفيديو يكون مفهوم، فاضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه.